بقى حلقتنا يا رحومه ببيان يلا الحراره، بينا يلا بينا. نسمة الهواء طبعا تبقى جميلة جدا جدا، بس طبعا والنهارده لازم برد حبتين. حبتين، حبتين يعني الواحد يعني ممكن يلبس جاكيت خفيفة، يلبس حاجة بكم كده يعني. لكن يلا بينا بقى دلوقتي على طول ندخل ونشوف بيان بدرجات الحرارة اللي متوقعة اليوم. حاجه النهارده في الحاله الجويه رحومه، انه يعني مش انه الجو درجه حرارته بتنخفض، لكن لان الرطوبه اللي كانت موجوده معانا لحد كام يوم قريبين قوي ابتدت فعلا ان هي تقل لاقل درجاتها، وده احلى حاجه بصراحه، واحلى خبر احنا ممكن نقوله، واحلى جو احنا ممكن نعيشه في فصل الخريف بصراحه، من اجمل شهور السنه اللي ممكن تكون موجوده حقيقي علينا هنا في مصر في الدفء الجو بتاعنا في الفتره الصباحيه. لسعه الجو اللي بالليل دي بس بتبقى حلوه قوي لما الناس تنزل تتمشى بالليل، بتبقى لطيفة جدا. بس عايزة اقول لكم فعلا الجو جميل جدا جدا في شبورة النهاردة الصبح صباحية على الطرق الزراعية والسريعة.